الفرد رقم 2 الدورة الثانية مادة الاجتماعيات المستوى 5 ابتدائية. إذن دوزوا الأسئلة. المكون الثاني الجغرافيا. السؤال الأول ضع في كل خانة من الجدول أنماط الاستغلال السائدة التالية. إذن عندنا زراعة القمح، رعي الماشية، الزراعة بالواحات، قطع أشجار الأرز، السقي بالأدرع المحورية، الرعي عبر الترحال. وعندنا ثلاثة ديال المجالات التي تستغلوا فيهم هذا الأنماط. عندنا المجال الأول اللي هو المجال السهلي الهضبي، المجال الثاني المجال الجبلي، والمجال الثالث المجال الصحراوي. إذن عندنا ثلاثة ديال الأقسام، عندنا جدول عندنا فيه ثلاثة ديال الأقسام اللي تتمثل لنا المجالات التي تتم استغلال فيهم هذا الأنماط ديال الاستغلال. مطلوب منا نرتبوا هذا الأنماط على حسب كل مجال. إذن عندنا المجال الأول المجال السهلي الهضبي، وعندنا المجال الثاني المجال الجبلي، وعندنا المجال الثالث المجال الصحراوي. إذن جواب السؤال الأول من القسم الثاني الجغرافيا، ضع في كل خانة من الجدول أنماط الاستغلال السائدة التالية. إذن عندنا زراعة القمح، رعي الماشية، الزراعة بالواحات، قطع أشجار الأرز، السقي بالأدرع المحورية، الرعي عبر الترحال. إذن عندنا القسم الأول المجال الأول، عندنا المجال السهلي الهضبي. إذن المجال السهلي الهضبي فشنو تيكون فيه؟ تيكون فيه زراعة القمح ورعي الماشية. إذن نضعو زراعة القمح ورعي الماشية كأنماط للاستغلال في هذا المجال اللي هو المجال السهلي الهضبي. ثم القسم الثاني عندنا المجال الجبلي. إذن في المجال الجبلي شنو تيكون نمط الاستغلال اللي تيكون؟ هو قطع أشجار الأرز. إذن قطع أشجار الأرز اللي تيكون في هذا المجال الجبلي. إذن هذا هو النمط ديال الاستغلال اللي تيكون عندنا في المجال الجبلي اللي هو قطع أشجار الأرز. ثم المجال الثالث اللي هو المجال الصحراوي. إذن هنا شنو تيكون عندنا الأنماط الاستغلال اللي تيكاينة؟ هي الزراعة بالواحات والرعي عبر الترحال. إذا انتقلوا للسؤال الثاني، من بين ما يلي ضع أمام كل نشاط فلاحي العبارة التي تناسبه. إذا عندنا مجموعة ديال العبارات، مجموعة ديال المفردات والعناصر اللي تتمثل لنا الأنشطة اللي تتهم الفلاحة، ومطلوب منا نصنفوها على حسب النوع ديال النشاط. إذا مثلا نقولوا النوع ديال النشاط فهو يا إما نشاط فلاحي تقليدي يا إما نشاط فلاحي عصري. إذا بالنسبة للعبارة الأولى عندنا الحرث بالمحرات، العبارة الثانية الحرث بالجرار، العبارة الثالثة مراعي طبيعية، العبارة الرابعة أسمدة كيماوية، العبارة الخامسة مردود فلاحي مرتفع، العبارة السادسة الحصاد بالمنجل، العبارة السابعة ضيعات لتربية الأبقار، العبارة الثامنة
الحصاد بالحصادة، والعبارة التاسعة علف وفير، والعبارة العاشرة الدراس بالدواب. ثم كما قلنا فعندنا جوج ديال الأنواع ديال الأنشطة الفلاحية، عندنا نشاط فلاحي تقليدي ونشاط فلاحي عصري. إذا اللي مطلوب منا هو هاد العبارات هادو اللي تيمثلو لنا الأنشطة الفلاحية، مطلوب منا نصنفوها على حسب هاد الأنشطة، يا نشاط فلاحي تقليدي يا نشاط فلاحي عصري. إذا جواب السؤال رقم 2، من بين ما يلي ضع أمام كل نشاط فلاحي العبارة التي تناسبه. إذا عندنا الحرث بالمحرث، الحرث بالجرار، مراعي طبيعية، أسمدة كيماوية، مردود فلاحي مرتفع، الحصاد بالمنجل، ضيعات لتربية الأبقار، الحصاد بالحصادة، علف وفير، والدراس بالدواب. إذا بالنسبة للنشاط الأول، الصنف الأول من الأنشطة الفلاحية اللي هو نشاط فلاحي تقليدي، غادي نوضعو حرث بالمحرات، مراعي طبيعية، الحصاد بالمنجل، والدراس بالدواب. إذا فلاحظنا فهادو كاملين فهما وسائل أو أدوات اللي تتستعملو ضمن الصنف الأول اللي هو النشاط الفلاحي التقليدي. ثم ننتقلوا للنشاط الفلاحي العصري، الصنف الثاني، غادي نوضعوا فيه الحرث بالجرار، أسمدة كيماوية، مردود فلاحي مرتفع، ضيعات لتربية الأبقار، الحصاد بالحصادة، علف وفير. إذن هادو فهما عناصر تدخل لنا ضمن الصنف الثاني من الأنشطة الفلاحية اللي هو النشاط الفلاحي العصري. إذا انتقلوا للسؤال رقم 3، املأ خانات الخطاط بالعبارة المناسبة مما يلي. إذا عندنا التجار الصغار يبيعون الخضر والفواكه بالتقسيط، الفلاحون ينتجون الخضر والفواكه في المزارع، المنتجون يعرضون الخضر والفواكه في سوق الجملة، الأشخاص يشترون الخضر والفواكه بالتقسيط. إذن هاد العناصر هادو كاملين اللي داخلين في إطار السلاسل ديال الإنتاج والتوزيع بالنسبة للخضر والفواكه، غادي نرتبوها على حسب التسلسل ديالها. إذا جواب السؤال رقم 3، املأ خانات الخطاط بالعبارة المناسبة مما يلي. إذا عندنا التجار الصغار يبيعون الخضر والفواكه بالتقسيط، الفلاحون ينتجون الخضر والفواكه في المزارع، المنتجون يعرضون الخضر والفواكه في سوق الجملة، الأشخاص يشترون الخضر والفواكه بالتقسيط. إذا غادي نرتبوا هاد السلاسل كما قلنا ديال الإنتاج وديال التوزيع ديال الخضر والفواكه على حسب الخانات اللي عطاونا. إذا الخانة الأولى غادي نوضعوا فيها الفلاحون ينتجون الخضر والفواكه. إذا هذه المرحلة الأولى، الفلاحون تنتجوا الخضر والفواكه. ثم المرحلة الثانية عندنا المنتجون يعرضون الخضر والفواكه في سوق الجملة. إذا المنتجون
اللي هما هاد الفلاحين، فتعرضوا هاد الخضر والفواكه في سوق الجملة. ثم المرحلة الثالثة، التجار الصغار يبيعون الخضر والفواكه بالتقسيط. إذن التجار الصغار فهم يبيعوا الخضر والفواكه بالتقسيط. ثم المرحلة الأخيرة هي الأشخاص يشترون الخضر والفواكه بالتقسيط. إذن آخر مرحلة هي أن الأشخاص تشتروا الخضر والفواكه بالتقسيط. إذن هذو هما المراحل الأربعة ديال سلاسل الإنتاج والتوزيع بالنسبة للخضر والفواكه. إذن انتقل للسؤال رقم أربعة، أذكر إيجابيات وسلبيات وسائل النقل بالمدينة. إذن نطلبوا من نفس السؤال الرابع باش نعطيو الإيجابيات والسلبيات ديال وسائل النقل بالمدينة. إذن وسائل النقل بالمدينة عندنا سيارات الأجرة، سيارات خاصة، شاحنات، حافلات، ودراجات نارية. إذن غادي نعطيو الإيجابيات ديال هاد الوسائل ديال النقل بالمدينة، ونعطيو كذلك السلبيات ديال هاد الوسائل ديال النقل. إذن جواب السؤال رقم أربعة، أذكر إيجابيات وسلبيات وسائل النقل بالمدينة. إذن عندنا وسائل النقل بالمدينة، سيارة الأجرة، سيارات خاصة، شاحنات، حافلات، دراجات نارية. إذن بالنسبة للإيجابيات ديال وسائل النقل بالمدينة، إذن نضعو تسهيل الحركة والتنقل على الإنسان. إذن فهم تسهلوا لنا الحركة والتنقل من بلاصة لبلاصة. ثم عندنا تسهيل نقل البضائع والمنتجات، يعني فتسهلوا علينا نقل ديال البضائع والسلع. ثم عندنا تقليل المسافات بين الأماكن، أي أنهم تقربوا لنا البلايص من الأماكن من بلاصة لبلاصة، فتكون مسافات قريبة. ثم انتقلوا للسلبيات. إذن السلبيات ديال وسائل النقل بالمدينة، إذن عندنا ارتفاع معدلات الإصابة ببعض الأمراض الناتجة عن قلة الحركة. إذن فالناس اللي تسوقوا تقوموا بالسياقة باستمرار، فتكونوا معرضين لبعض الأمراض اللي ستكون ناتجة على أنهم ما تتحركوش بزاف. إذن فتبقوا يسوقوا بواحد المدة طويلة، فتتعرضوا لبعض الأمراض التي تسهم قلة الحركة. ثم عندنا ارتفاع معدلات حوادث السير. إذن المعدلات ديال حوادث السير فبطبيعة الحال تكون مرتفعة نتيجة ديال التنقل في المدينة. ثم عندنا أيضا عندنا الضجيج. إذن فالضجيج والصخب اللي تيكون ناتج على هاد السيارات داخل الوسط الحضري في المدينة، فتكون الصدع والضجيج. إذا نكتبوا الضجيج. ثم عندنا كذلك التلوث. إذا التلوث فهو من واحد المشاكل الكبيرة اللي تتكون ناتجة على وسائل ديال النقل بالمدينة.